هذا يقول ما سمعت عمر شيء قط، يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. الله أكبر، يعني النبي يخطئ في ظنه وعمر يصيب. من نبيكم؟ عمر النبي قال لهم على يعني صيغة الظن وليس على صيغة، قال لو لم تفعلوا، لو لم تفعل لعلكم لو لم تفعلوا، قال يعني مسألة ظنية. يا أخونا يعني أخونا أخونا الحبيب شيخنا 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 حدثنا، إحنا ناس يعني مثل ما يقول عقال. أنا أعلم أنه واحد زائد واحد اثنين، وسيد ميثم يعلم ونعلم. أقولهم لو واحد زائد واحد يسووا ثلاثة، هذا يعني شنو ده؟ هدم الرياضيات كلها. إذا أنا أعلم واحد زائد واحد اثنين، ليش أقول لك والله لو سويها ثلاثة شو تقول؟ الآن ليست مشكلتي اللي قاعد تتحدث عنها، أنا مشكلتي مسألة الظن، هل كانت فعلا مسألة ظنية أخبر بها النبي أم مسألة يقينية؟ قال لهم لعلكم. إذا لا، أنت الآن أنت الآن أنت الآن اعترفت أن النبي، لا أنت الآن اعترفت أن النبي يعلم، وضربت مثال بالقرآن يعلم أنهم يلقحون، ويعلم أن الذي لقح يجيب تمر. فالنبي ليش هو يعلم أنهم يلقحون ويجي تمر، وليش يقولون لا تفعلون؟ شوف حبيبي، الآن مسألة تلقيح النخل يعني ممكن أن تكون بأكثر من طريقة، إما تكون يدوية أو ممكن تكون عن طريق الحشرات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم ماذا كنتم تعملون قالوا يلقحون النخل، ربما النبي كان لديه فكرة أو طريقة معينة أفضل، فقال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، كان مسألة ظنية. يعني لحظة، النبي قال لهم لعل الحشرات تلقحها؟ لا ما قال لهم. زين يا أخونا أبو عبد الرحمن، أخونا الحبيب أبو عبد الرحمن، بالله عليك خليني أنا إنسان عاقل، في واحد صاعد على النخلة وده يلقح، وأنا أقول له انزل لا تلقح ممكن الحشرة، يعني بالله عليك أنا ما أصدق هذا نبي. إذا واحد يقول لي أقرأ آخر سطر بالحديث أبو عبد الرحمن، إذا واحد يقول لي هذا أنا أقول له أنت مو نبي، حتى إذا طلع التمر يعني قالوا آخر شيء أنا بشر مثلكم، إذا نقلت شيء من الدين يقول لك الرسول، أقول لك لعل يعني عبي خصص لك الرسول أنه أنا ما عبا نقول لك دين، الدين خلاص بيجدم فيها. لم يكن يعلم في كل تفاصيل مسألة. أخونا العزيز ياسر، أخونا العزيز ياسر الحديث بيدك. أبو أديب هدوء. الآن أخواني كلكم سمعتموه ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال في تأبير النخيل إن ظننت إلا ظنًا، صح جينا العزيز؟ نعم. طيب، والنبي أخطأ في ظنه كما يقولون، أخطأ في ظنه. طيب، هذا صحيح البخاري حديث رقم 3856 و66. طيب، هذا يقول ما سمعت عمر قال لشيء قط، يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. الله أكبر، شنو هذا حجين الكلام؟ يعجبك هذا الكلام؟ يعني النبي يخطئ في ظنه وعمر يصيب. من نبيكم؟ عمر يعني الرسول لكن يريد هاجر السلفية يعني ظن النبي يخطئ وظن إلهكم عمر يصيب. عمر يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، اسمع يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة هذا النص، يقول وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال. ما يقول لشيء هذا. مين يتكلم ابن القيم والبخاري، مين يتكلم عن عمر؟ ابن القيم هذا الذي يقول ابن القيم.
ابن القيم. اي رايه لابن القيم. لا انا عندي اغلاط عمر كثير، عندي اغلاط عمر. البخاري والبخاري بالفعل عندي غلط عمر. يلا هذا كلام ابن القيم ايش يعني؟ يا رجل يا رجل كلام النبي يعني عمر كثير اخطا. يا عمي يا عمي البخاري البخاري هذا البخاري إيه يقول إيه بالبخاري 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 مين يتكلم؟ يقول المتكلم عبد الله بن عمر ابنه. الحديث صحيح على ما اقول لك شيء، هذا راي ابن عمر، ما اقول لك الحديث خطا. الحديث صحيح بالبخاري، كل ما بالبخاري صحيح. انا ما لكن هذا راي ابن عمر. جيبون لنا ابن عمر مخطئ لأن هذا يطعن في عصمة النبي. لا لا ليس مخطئ، هو رأيه أن أبو ظبي تجي في المرحلة الثانية. تجي أنا الآن أمر يخطئ. لا خليه يجيب لنا عالم من علماء السنة يقول أن هذا يطعن في عصمة النبي. لحظة لحظة الحوار في الموضوع. ما ما ماشي ماشي أنا راح أجيك أنه يطعن ولا ما يطعن، بس خلي أول شيء نثبت في عقول الناس أخواني أنه الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن والأخ الفاضل أبو أديب أنهم يجعل أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز عفوا أبو عبد العزيز. إيه أنا عندي قول مخالف لقوله. تفضل إذا تسمع مني. قبل الأخ ردا على الأخوة لحظة أخوان. والله يا سيد ميثم الآن سألتك على فندق مثلا، أقسم بالله ما اسأل ما تشاء. لماذا اسمعني اترك سلمان الآن جاوب لك هدوء سؤال هدوء اسكت أرجوك. إذا كان عبد الله بن عمر أخطأ وهذا رأي عبد الله بن عمر، طيب هذا ليش إخواني عبد الله بن عمر يتكلم عن أبوه اللي أقرب الناس إليه أخطأ؟ عبد الله أخطأ والبخاري صحيح. طيب ليش ما يكون أنس بن مالك ومن روى حديث تأبير النخيل في رسول الله حينما قالوا أخطأ في ظنه هم أخطأوا وليس رسول الله قد أخطأ؟ ليش؟ ها؟ نفس المعادلة الآن كلامك مردود عليك. لماذا لا يكون أنس قد أخطأ؟ راوي الحديث أنس قد أخطأ. لا يكذب أنس، لا يكذب على رسول الله وفقط ابن عمر يكذب على أبوه.